مدينة القدس مقدسة لدى المسيحيين واليهود ولدى المسلمين أيضا بصورة خاصة لأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين. الشهر الماضي فرح كثيرون في نجاح مصلين فلسطينيين في فتح باب الرحمة. وباب الرحمة ومبناه هناك مسجد بالأقصى، طبعا مسجد الأقصى الذي كان مغلقا منذ عام 2003. المبنى أو المصلى يقع على السور القدس القديمة بنفس الوقت على بعد 200 متر من بوابة الأصباط، هذه البوابة المعروفة أيضا ببوابة الأسد كما تسمى. بعد افتتاح المصلى دأب كثيرون على الصلاة فيه، لكن مؤخرا انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا إسرائيليا يمشي في المصلى بحذائه فوق سجاد. يا جماعة الخير، الشرطي هون دخل على إجراء ورافض إنه يصلح بوته، وبيبلغ إنه هون مش مسجد وهون مش المفروض يصلح من إجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه أكثر من مرة إنه يصلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له. أنت تسمع دابا؟ آخر شيء عبارته كل شيء عبارته؟ شكاتي. الفيديو تداوله كثيرون على وسائل التواصل، وهذه بعض ردود الأفعال. عبيد منير يقول: وكأن هذا الشيء لم يحدث إلا في هذا الوقت، أنسيتم ذلك الجندي الذي كان يتجول في باحة المسجد الأقصى بزجاجة من الخمر؟ الفقير لله يقول: والله بطل شجاع، عنده دولة بتسنده بتحميه مو مثلنا. أما منصورة هارون تقول: العيب ليس فيهم، العيب في الحكام الذين ابتلينا بهم وانبطحوا للصهاينة. ولدينا سامر الحمزي يقول: الشرطي داخل يفتش، واضح، ارفع السجاد وعمل له طريق يمشي من خلاله للباب اللي رايح يشوفه وخلاص خلصنا. وإذا تجاوز وداس بالبيادة على باقي السجاجيد كلام تاني. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس استنكرت تصرف الشرطي وقالت: نطالب بالكف الفوري من قبل أفراد الشرطة عن هذه التصرفات الاستفزازية في ظل هذه الظروف. وتكمل: نؤكد أن هذه التصرفات لن تثني دائرة الأوقاف الإسلامية عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى. حتى الآن لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. هناك طبعا خلاف إسرائيلي فلسطيني على مبنى باب الرحمة، فبينما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بإغلاق المبنى، قال مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى إنه لن يمتثل لأمر المحكمة. هناك طبعا مفاوضات بين الأردن وإسرائيل للوصول إلى حل بشأن باب الرحمة، كون الأردن هو الذي يتولى الوصاية على الأماكن الدينية الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية.